بيكم وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ليله لولا التحكيم فيها لكان بالامكان افضل كثيرا مما كان. ذكريات نجم الساحلي في اوقات كتير معانا بتتعاد، ولكن مش هنفرط ابدا في الحلم مهما كان. مصرين، والاهم ان الهزيمه ان شاء الله هنتعلم منها حاجات كتير جدا، وهناخد بالنا اكتر من حاجات بتتعمل عشان تعطل مسيره النادي الاهلي. بالتاكيد يا فارس، اول هزيمه للنادي الاهلي تحت قياده رينيه فايلر، هزيمه تدخل فيها التحكيم بشكل كبير جدا. طبعا كره ايمن اشرف في الدقيقه 12 بتعرض للطرد، بتلعب خارج ملعبك وبتلعب ناقص لاعب. الموضوع ان الكره تماما اخرها لو اتحسبت فاول هتبقى انذار، لان عشان يكون في طرد مستحق لازم الكره تكون في حوزه اللاعب، لازم الكره تكون في اتجاه المرمى، لازم يكون اخر مدافع هو اللي عامل فاول. اذا افترضنا جدلا ان اخر مدافع هو ايمن اشرف، فالكره ما كانتش في حوزه اللاعب وما كانتش في اتجاه المرمى، وكان وارد جدا الكره تطول لانها كانت كره عاليه، احتكاك بسيط جدا. لو الحكم حب يحسبه فاول اقصى تقديرها انذار. عايزين نقول حاجه، هي لو فيها شك، لو اصلا اللعبه فيها شك، فاحنا بناكد زي ما قلنا مسار قانوناً. الكره قانونا بالزبط. ما كناش نعرف مسار الكره ان اللاعب مش مسيطر عليها، الكره مش اندر كنترول للاعب، وزي ما وضحنا دي هنا فيها شد وارد جدا من ايد اللاعب. ايمن اشرف بيشد اللاعب من ايده، وارد جدا، ولكن زي الكرة ما قلنا مش الكره اصلا مش على الارض. بالظبط، يعني الكره اصلا مش على الارض. عشان تطبق الطرد اكيد لازم تكون الكره في حوز لاعب، لكن احنا اعتدنا مع النجم الساحلي على المواضيع دي من اول 2006 من اول 2007. محمد بركات مشدود من الشورت تماما، بدل ما ياخد ركله جزاء ونتقدم هناك في سوسه، الحكم بيدي انذار، بيحرم، مش بس بيحرم النادي الاهلي من ركله جزاء في سوسه، لا ده كمان بيحرمنا من ان بركات يلعب مباراه العوده في القاهره. ومباراه العوده حدث ولا حرج، مباراه ارجونيه تماما تماما تماما، عدم احتساب ركلتين جزاء للنادي الاهلي، وتنتهي النتيجه 3-1 بعد ما كان النجم الساحلي سعيد بانه تعادل مع النادي الاهلي في سوسه. جه حقق الفوز في مصر، ده غير طبعا مباراه 2-1 اللي تزامنا فيها برضه في سوسه، طرد واضح جدا لبنجوره بعد تدخله القوي على علي معلول. والحقيقه التدخل القوي ده قدرنا هشام محمد وقتها لو تتذكروا خرج الكوره اوت، جاء منها هدف التقدم للنجم الساحلي. فعاده مباريات النجم الساحلي بيكون عليها مسار جدل تحكيم يا فارس. النهارده الحكم حتى وزنه لا يسمح، يعني حكم وزنه غريب جدا، حكم مش فيت ضعيف جدا في اداره المباراه، حكم مجهول بالنسبه لنا، وكان الحكم جاء لشكل معين والقرارات معينه. الاغرب كمان ان القرارات نفس، انت ما تحسش الحكم موحد معياره. كوره بتتحسب هنا فاول، مثيله ليها ما بتتحسبش. الحكم واضح جدا جدا جدا، كعاده الاهلي مع التحكيم الافريقي في السنوات الاخيره، وتحديدا في تونس هو السبب الاول لايقاف النادي الاهلي عن انتصاراته. نقدر نراجع بالذاكره مباريات الاهلي الكتيره جدا في تونس اللي حقق فيها نتائج سلبيه، دايما هنلاقي التحكيم عامل مشترك. حتى الترجي ايد انرامو الشهيره واحداث كتيره جدا لها علاقه، الناس بتتكلم دايما في ايد انرامو. ده ايد انرامو الحكم اصلا تم شطبه مدى الحياه بعد كده، لان حكم وفي قرار تاني كان مهم في المباراه ايوه هي الطرد، لان الناس بتتعامل ان اصل في العوده كان في هدف، في شك، في الفضل. القصه مش كده، دايما النادي الاهلي وكان معروف ان هو ليه رياده على الانديه التونسيه، فبيتم محاوله ايقاف احمد باشكال عديده جدا جدا جدا. نتمنى نتخطى الكواليس دي وقادرين ان شاء الله. وانا وجهه نظري انا او تصورت ان البطوله دي تقريبا دوري المجموعات شبيه بما بداناه في 2006 امام الصفاقسي التونسي، تهزمنا برضه بهدف للا شيء، وجينا هنا عوضنا امام شبيبه القبائل. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا 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 مع الهلال السوداني، ان شاء الله ننتصر فيها. الهلال فاز على بلاتينيوم 2-1 وبالظبط ننتصر فيها ان شاء الله، وهتبقى المنافسه في السكه دي. لو احنا كسبنا ان شاء الله الهلال، فاعتقد هيبقى المنافسه على اللي بيصعد مع النادي الاهلي بين النجم والهلال. النجم النهارده احنا كان ممكن كان لنا الاستحواذ الاعلى، عدد التمريرات الاعلى، الابر هاند للنادي الاهلي، كان حتى التغييرات اللي لعب بيها فايلر كان عايز يمسك الكوره، كان عايز يكسب في تونس، لكن يستغل المستوى الفني للنجم ولسه مع بدايه مدير فني جديد.
ممكن النجم مع الوقت ومع انضمام لاعبين ومع سليمان كوليبالي يا فارس ومع التأقلم مع المدير الفني ومحمد امين بن عمر هتفرق كتير جدا، ولكن المهم قوي النهارده ان احنا نتكلم على الفنيات اكتر من اي وقت مختلف، لان احيانا انت بتتحدث عن التحكيم عشان تتكلم في سلبيات تانية مش عايز تذكرها، لا النهارده في ايجابيات لازم تتقال رغم الهزيمه، وفي حاجات سلبيه لازم نقف عند بعضها. لو استعرضنا الاحصائيه الخاصه بالمباراه هنقدر نشوف بشكل كويس ملاحظات مهمه. الركنيات كان للاهلي 2 3 للنجم، ولكن الاستحواذ 62% فيما يقابل 28% للنجم. 38 62 فيما يقابل 38. الرقم ده بالنسبه انت بتلعب على ملعب النجم في تونس وناقص لاعب من الدقيقه ال 12، وكمان اهم حاجه هويه النادي الاهلي. اتكلمنا يا احمد عن ارتفاع معدل تمريرات النادي الاهلي عن ما يزيد عن 500 تمريره على مدار لقاءاته، 556 تمريره فيما يقابل 325 تمريره وانت بتلعب ناقص لاعب، ده مش رقم اعتيادي. كمان دقه تمريرك انك تحافظ عليها 82% مقابل 78، العرضيات تكاد تكون متساويه، الفوز بالكرات انت دفاعيا بتلعب ب 10، ده في كره القدم بيعني ضغط اقل، انت بتبدا ضغطك متاخر من نص الملعب، محاولة عدد اللاعبين لاستخلاص الكرة بتكون أقل، ومع ذلك 96 مرة بتفوز بالكرة مقابل 88، فقدك للكرة 30 مرة في مقابل 36، أكيد المحاولات أقل على المرمى 4 مقابل 7 للنجم، ولكن إن أنت تقدر تحقق ده على أرض النجم، وإن أنت تقدر رغم إنك ناقص لاعب تحافظ على هويتك وشخصيتك، دي فقط من سمات الفرق الكبرى. اتكلمنا احمد لو قبل كده في موضوع برشلونه وازاي انت بتتكلم في مانشستر سيتي والفرق اللي دايما بتقدر تحافظ على هويتها بغض النظر عن المنافس وبغض النظر عن طبيعه المباراه وبغض النظر عن الملعب، دي نقطه ايجابيه لازم نقف عندها، لازم نقف عندها، لان شخصيه النادي الاهلي كانت في بعض البطولات الافريقيه كانت بتفتقد في بعض الاحيان وفي بعض المباريات وخاصه المباريات خارج ارضنا. النهارده بنلعب مباراه خارج الارض ومباراه من المباريات الصعبه، وبالمناسبه ارقامنا مع النجم الساحلي مش هي الارقام الجيده. احنا لعبنا 5 مباريات مع النجم الساحلي في تونس، طلعنا بثلاث تعادلات واثنين فوز للنجم او هزيمه، وهم اخر مباراتين، يعني اخر مباراتين كانت في الكونفدراليه اتهزمنا 1-0، والمباراه اللي كانت في دوري الابطال اللي كانت في الدور قبل النهائي اتهزمنا 2-1، والنهارده الهزيمه الثالثه على التوالي، واقصى نتيجه ايجابيه عملناها في تونس هي كانت تعادل 1-1 ومباراتين 0-0، طبعا تعادل 1-1 كان عمرو جمال اللي سجل هدف. فاعتقد لقاءاتنا مع النجم الساحلي هي لقاءات صعبه جدا 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 في تونس، هي كانت بتلعب في سوسه لكن دي اتلعبت في رادس لسبب اسباب داخليه وتخص تجديد الملعب وحاجه زي كده، لكن في النهايه انت ما حققتش الفوز للاسف على النجم الساحلي في تونس. فمش عاوزين نبتدي بعد ما كنا نتكلم عن رينيه فايلر يبدا بعض الاصوات تتكلم بشكل مختلف، الراجل النهارده لاعب في شخصيه للبطل، النجم كان بيحترمك حتى وانت 10 لاعبين، شفنا يا فارس الخطوط متقاربه جدا بيدافعوا باستماته، واقفين لرمضان صبحي باثنين، واقفين عند حسين الشحات باثنين، الهجمات اللي لعبوها 3 كرات فقط لا غير على مرمى الشناوي، اخطرهم طبعا اللي جاي منها الهدف، وطبعا جاي من خطا كانت هجمه مرتده ورامي ربيعه غطى تغطيه اتلعبت طلعت اوت، ما لحقناش نرجع تاني او نتمركز تاني. مؤكد بتلعب 10 لاعبين وبتلعب خارج ارضك معرض ان انت ممكن تقع في خطا من ده، ولكن سوء حظك ان الخطا ده يجي بهدف، وسوء حظك الاخر ان يكون علي معلول تفتقده في مباراه زي دي ويطلع يخرج للاصابه، ودي بالنسبه لنا من أسوأ السلبيات اللي حصلت في المباراه، حتى والنتيجه يا فارس مغلوبين تقدر تعوض، لكن احنا محتاجين جدا ان لعبتنا لو هم سلام في قمه والفريق كامل اعتقد نقدر نتصدر المجموعه بسهوله. اكيد يا احمد، ولكن في كره القدم دايما المدربين الكبار عندهم تصريح، الميزه الوحيده للهزيمه في كره القدم هي ان انت تتعلم منها، فعشان كده ولأمانة العرض مع الجمهور 4 نقاط بس سريعة لازم نقف عندها، يعني هي بنهمس في أذن فايلر بيها. فكرة توظيف رمضان في الجناح الأيمن وتوظيف حسين الشحات في الجناح الأيسر، حتى لو أنت بتفكر في كشريدة وبتحاول تتعامل بشكل معين، هي على مدار أغلب المباريات أثبتت أن هي ما بتكونش الفكرة الأنجح. من الموسم الماضي. من الموسم الماضي بالظبط. فبالتالي بكل الإحصائيات مستوى النادي الأهلي بينخفض.
قفشه بعد الطرد. بس خلينا اقطعك، بس ممكن يكون ان رمضان لعب ناحيه اليمين عشان الباك الشمال عندهم بوه الناس، مرتضى بوه الناس اقوى هجوميا، فكان رمضان فكره يحجم الفرقه دي، او ده ممكن يكون بيدور في زهر نيفايلر شريده كمان. بس انت بتتكلم في اثنين الارقام الخاصه الدفاعيه ما بين حسين ورمضان، حسين اصلا كان بيلعب كمان يعني بيلعب فول باك يمين، فهو اصلا بيقدر يجيد الدور الدفاعي، فاحنا بنتكلم بشكل لا عام. لا انا مش ده اللي انا قصدي، مفيش الفروقات. هجوم رمضان ان رمضان هو اللي يهجم مدافع تونس ويوقف مدافع تونس في منطقته، مش لما مدافع تونس هو اللي يهاجم يقدر حسين الشحات يلعب دور دفاعي. حتى برضو الاحصائيات الخاصه بنسبه المراوغات او حتى المحاولات على المرمى بتتكلم بالعكس، ده كمان رمضان ارتداده الدفاعي في المباريات الاخيره كلها اكتر من حسين الشحات. فالنقطه دي حتى لو انت عايز تعالجها مش هتبقى على حساب رمضان المباريات الاخيره يا احمد، حتى مع المنتخب بيلعب بشكل معين، مع فايلر بيلعب بشكل معين، فما كانتش المباراه الانسب ان انا اعمل فيها التغييرات. انا اكيد دي. متفق معاك ان التغييره دي داخل الملعب اثرت فنيا، لكن انا بقول لك ايه اللي كان ممكن يدور كان في ذهن ريني فايلر بالظبط. هو ده اللي كان، فعشان كده استغل وجود رمضان. انا اللي عايزين برضه نتكلم فيه لعب قفشه من بعد الطرد كلاعب ارتكاز وحيد. غالبا لما انت بيكون عندك حاله طرد وبتلعب بارتكاز وحيد انت بتلعب بلاعب رقم 6 اللي هو ديستروير، لازم انت بتفكر بلاعب يكون مهمته الاساسيه قطع الكرات وافساد هجمات المنافس. قفشه لعب فتره ليست بالقليله كان وارد وخسرنا الاستحواذ فيها، دي الفتره الوحيده 30 دقيقه، دي الفتره الوحيده في المباراه اللي كنا بدانا نخسر الاستحواذ فيها. بعكس الو ديانج لما نزل كان له هويه، قدر حتى لو هو ما كانش في افضل حالاته ولكن اللي استعدنا الاستحواذ بسرعه. فنتمنى الملاحظات دي تكون موجوده واللعب خارج الارض مستر ريني فايلر، واحنا بنقدمه كنا اتكلمنا هنا في حاجات تكاد تكون دقيقه في تجربته مع نورنبرج واندرلخت فيما يخص استحواذك بالكره، فيما يخص اللعب مع الفرق المنافسه انه دايما احيانا بيعتقد ان انا لازم يكون ليا دور هجومي اكبر، وده جيد مع شخصيه الاهلي يا احمد. ولكن طبيعه افريقيا وهو اللي اتعرف عليها النهارده فيما يخص تحكيم واجواء جماهيريه تستلزم احيانا انك تكون متحفظ شويه. هي المشكله يا فارس ان الطرد جاء بدري وجاء في مركز قلب الدفاع، وهو كان عايز يستحوذ على الكره، فكان فكره ان ينزل محمد هاني ويدفع باحمد فتحي كقلب دفاع جنب رام ربيعه، هي فكره ان هو حد بيقدر يبني الهجمه بيقدر يطلع بالكره، هو عايز يصنع الاستحواذ ده. واكيد السيناريو بتاعه كان هيطلع افضل كثيرا لو ما كانش حصل حاله الطرد بالتاكيد. وبرده فكره ان وليد سليمان كان برده بسبب الطرد ده يعني ما استفدناش من وجود وليد سليمان، وكان طبيعي في الخيارات الموجوده قدام ريني فايلر ان التغيير يكون وليد سليمان، برغم ان وليد سليمان هو الاكثر خبره، ولكن مقارنه باللي موجودين في الخط الامامي هو الاقل مجهودا، فما كانش هيقدر يكمل 90 دقيقه، وخاصه واحنا كمان بلعب ناقصين لاعب، فالطبيعي كان الفكره ان يطلع وليد سليمان. ده اثر علينا هجوميا، اثر علينا هجوميا خاصه ان وليد عامل المباراه الاخيره مع الجونه بشكل مميز جدا ومسجل هاتريك، فاعتقد ظروف المباراه ما ساعدتش ريني فايلر ولا ساعدت النادي الاهلي ان هو يخرج باهدافه من المباراه دي، اللي الحقيقه كانت الاهداف دي واضح جدا انها كانت حصد الثلاث نقاط من تونس. ويحسب له يا احمد زي ما قلنا ان هو حافظ على شخصيته كمدرب مع النادي الاهلي، الاستراتيجي اللي هو بيعملها من البدايه دي كانت حاجه مهمه بالتاكيد يا فارس. ننتقل بقى لنقطه اخرى، ولكن احنا حابين بس نشيد بكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب مواليد 2001، والحقيقه المنتخب النهارده كان موجود بيؤازر النادي الاهلي من المدرج، والحقيقه بيلعبوا بطوله في شمال تونس او بطوله اسمها وديه شمال افريقيا، ومحقق نتائج كويسه جدا، فاز على المنتخب المغربي 2-0 وتعادل مع بوركينا فاسو 0-0، وفاز على المنتخب الجزائري النهارده 2-1. كابتن ربيع ياسين من المدربين القليلين في مصر اللي بيبحثوا في كل ربوع مصر عن لاعبين وبيقدر يقدمهم بشكل جيد جدا لمنتخب مصر. لو نص المدربين بيشتغلوا بمجهود كابتن ربيع ياسين واخلاصه احنا الكره المصريه هتبقى في حته تانية خالص وبشكل مختلف، وكمان محترف وصادق وفعلا مخلص في اي عمل بيؤدى او يسند اليه. كابتن ربيع ياسين حاجه فعلا 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 مدرسه النادي الاهلي وكتالوج النادي الاهلي، وبيعمل في صمت. وبكل التحيه لكابتن ربيع ياسين، وكل دعم ليه، وان شاء الله منتخب بنتمنى له مستقبل مشرق وواثقين جدا في امكانيات كابتن ربيع ياسين. عايزين ننتقل بقى من كابتن ربيع ياسين لمحليا، وصدقوني أسوأ شيء ان الهزيمه تلقي بظلالها على نجاحات حققناها. كان في كلام عن فترة التوقف ومين المستفيد فيها ومين الخسران، نطلع نشوف الفيديو اللي اتكلم فيه كابتن خالد الغندور وعندنا تعقيب مهم.
انا عايز اشكر برضو النادي الاهلي والله، يعني النادي الاهلي عمل لنا خدمه كبيره جدا، خلى الزمالك مش هيلعب ماتش انبي واستريح، وخلى بقى فرجاني ساسي ما كانش هيلعب ماتش الاهلي بقى، وخلى الزمالك بقى يعمل معسكر لمده شهر كده فتره اعداد، مش وما عملش فتره اعداد، وخلى بقى المدرب الاحمال يجي بقى يعمل فتره اعداده الحلوه بقى، وراجل جارسيا ده كان لسه جاي من اسبانيا وبتاع، يعمل فتره اعداد حلوه وكده، والزمالك يرجع زي الفل، وان شاء الله نكسب جينيريشن والدنيا تبقى زي الفل ان شاء الله، ولاعيبه المنتخب الاولمبي بقى بتوعنا كده يفوقوا في كاس الامم كده ويرجعوا لنا فايقين. كابتن خالد الغندور بيجيد رسم الاوهام في اعتقاده ان النادي الاهلي ادى فرصه لنادي الزمالك ان هو يستفيد من التوقف، ولكن احلام كابتن خالد الغندور تحطمت كلها في لحظه انبي متزيل الدوري ما قدر يحقق فوز مهم جدا على الزمالك، وكان واضح ان ميتشو كان الخاسر الاكبر من فتره التوقف. اعتقد النادي الاهلي قدر يشتغل في فتره التوقف صح، والزمالك دفع نتيجه عدم استفادته من فتره التوقف، وده كان واضح جدا. نقدر كمان نتكلم في حاجه مختلفه. انا عايز بس اكد على حاجه، انا الكابتن خالد غندور، يا كابتن خالد النهارده نادي انبي اللي كان متزايل الدوري اللي فاز على الزمالك بعد الايقاف 2-1 اتهزم من نادي بنها اللي بيلعب درجه ثالثه 2-1. ده كابتن خالد لو هتتكلم عن المستوى الفني والاستفاده، اعتقد النتيجه مش في صالح خالص نادي الزمالك، واحنا اللي بنشكرك ان انت وثقت في النادي الاهلي ان هو لما التوقف ده جه كان في صالحك، لان اعتقد انبي قبل التوقف ده كان مختلف تماما. اعتقد الكابتن حلمي طولان خد وقته مع الفريق، والكابتن حلمي طولان تحديدا امام الزمالك بيجيد جدا اللعب وبيحقق نتائج ايجابيه دايما مع الزمالك بالظبط، واحنا ضد اي تجاوز يتناول كابتن حلمي طولان. طبعا من الشخصيات المحترمه المخلصه في عملها، واللي بتتحمل نتيجه ان هي مخلصه في عملها يعني، وده شيء غريب اكيد. ونادي بنها قدر يعمل اللي ما قدرش نادي الزمالك يعمله، لكن عندنا بقى بما اننا نادي بنها ونزلنا درجه ثالثه، عندنا تصريح للكابتن رضا بعال المدير الفني اخيرا لنادي بلديه المحله، تعالوا نشوفه ونرجع نعقب عليه. النادي الاهلي بيكسب في الدقيقه 97. هو بغض النظر عن الخناقه بتاعت كابتن رضا عبد العال مع الجماهير في اول مباراه، هو طبعا حقق الفوز في المباراه الاخيره او المباراه الاولى ليه في اخر الوقت، لكن هو لما بيحب يستشهد بحاجه مهمه في كره القدم سواء كابتن رضا عبد العال او غيره دايما بيلاقي الاستشهاد عند النادي الاهلي، بيقول لهم انتوا مستعجلين على ايه وزعلانين ليه، ده النادي الاهلي بيكسب في الدقيقه 96 و97. كابتن رضا عبد العال اعتقد عايز يسير على نهج النادي الاهلي في بلديه المحله يا فارس. صعب صعب كابتن رضا عبد العال تحديدا يسير على نهج النادي الاهلي، لانه احيانا بيضل طريق النادي الاهلي، والانتماء للنادي الاهلي وافكار النادي الاهلي ما بيكونش في بعض التصريحات ولكن على مستوى العقليه. ننتقل لإنجاز آخر، إنجاز يخص فعلا النادي الأهلي ويخص رجال النادي الأهلي، الكرة الطائرة والميت فوز المتتالي، واللي بنشكر مجهود صفحة ألعاب الصلاة على توثيقهم للفوز ده والمجهود اللي عملوه. نشوف الفيديو ونشوف كلمة اللاعبين النادي الأهلي. فوز ولسه الاهلي رقم واحد ان شاء الله. 100 فوز ولسه وان شاء الله الاهلي رقم واحد باذن الله. 100 فوز ولسه مكملين. 100 فوز ولسه الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه وان شاء الله الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه. 100 فوز ولسه الاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه والاهلي رقم واحد. 100 فوز ولسه الاهلي 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 رقم واحد. خدنا الفيديو عرضناه من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي دايما بيكون عندها افكار مختلفه ومتطوره في الفتره الاخيره. 100 فوز وهيفضل النادي الاهلي رقم واحد يا احمد بالتاكيد ان شاء الله. وتحيه لرجال فريق الطايره في النادي الاهلي، اعتقد يستحقوا الاشاده، بيعملوا رقم تاريخي قياسي، خاصه لما تعرف ان 82 فوز 3-0 16 فوز 3-1
2 فوز فقط لا غير، اللي هم 3-2، يعني اشواط قليله جدا اللي خسرها الفريق ده في 100 مباراه. والاحصائيه دي طبعا راجع لالعاب صالات النادي الاهلي، لكن عايزين بقى نسيب الطايره ونتمنى فريق اليد يشد حيله شويه زي الطايره، واعتقد السله كمان يعني عاملين فريق كويس. نتمنى التوفيق في كل العاب الصالات، ويكون عندنا نموذج النادي الاهلي زي ما في كره القدم وفي كره الطايره، نتمنى يكون في كره اليد وكره السلة، لأن بالتأكيد قلنا قبل كده أن الألعاب دي سهل جدا جدا تتميز فيها وتتفوق فيها وتكون رقم واحد فيها. نروح بقى للدوري المصري، وما ينفعش طبعا نعدي فقرة في الصندوق. كان عندنا ثقة جديدة جدا أن النادي الأهلي في أي موسم كروي لو بدأنا نحط صندوق جنبنا ونشوف الأخطاء التحكيمية اللي بتضر النادي الأهلي وبيستفيد منها المنافسين هتكون في صالحنا، وإحنا على هذا الأساس تحملنا المسؤولية من البداية وقلنا هنعمل في الصندوق لأي خطأ تحكيمي. نادي الزمالك برغم أنه بينهزم أمام إنبي، ولكن ركلة جزاء واضحة غير واضحة وصراحة سبع الحكم خطأ، يعني ركلة جزاء لا في لمس ولا في شد ولا في دفع ولا في أي حاجة، ولكن كان للصباحي والحامل الراية رأي آخر. تعالوا نشوف ركلة الجزاء ونرجع نعقب. الكابتن أحمد الشناوي ما مصدق أنها ركلة جزاء. الكابتن احمد الشناوي بيقول هو اكيد يكون في تلامس، هو اكيد الحامل راي شاف حاجه، بيتوقع الكابتن احمد الشناوي. لكن ما علينا، خلينا نتكلم ونفكركم بالصندوق. الاسبوع الاول الزمالك والاتحاد في ضربه جزاء، الحكم امين عمر في الدقائق الاخيره فيها شك لمسه يد على محمود علاء. قلنا عندنا اخطاء مؤثره واخطاء اتفق عليها الجميع. بما ان الخطا ده لم يتفق عليه الجميع فجنبناه، ولكن بس حبينا نشير ليه. لكن في خطا اتفق عليه الجميع وهو مباراه الزمالك والمقصه وعدم احتساب ركلتين جزاء لصالح فريق المقصه. الحكم محمد عادل والمباراه انتهت 1-0، خد الزمالك 3 نقاط غير مستحقه، ادي 3 نقاط اتفق عليهم الجميع. مباراه الزمالك والمقاولين ركنيه ما هياش ركنيه اصلا، اتسببت في احراز هدف للزمالك وفاز الزمالك على المقاولين 2-1، وكان الحكم محمود البنا واستفاد الزمالك بنقطتين وكده 5 نقاط في الصندوق. طيب بالنسبه في مباراه ثانيه بقى كان فيها شبهه لمسه يد واضحه على عمر السعيد داخل منطقه جزاء اف سي مصر، المباراه انتهت بالتعادل 1-1، وكان الحكم طارق مجدي. والمفروض القانون الجديد ان اي لمسه يد على المهاجم داخل صندوق الخصم تتحسب لمسه يد، لكن عشان كان في وقت ضايع الحكم مشى اللعبه، ولكن ده خطا غير مؤثر. زي بالظبط خطا الزمالك وانبي، ما هو خطا غير مؤثر احتساب، لكن في حاله مباراه كان ممكن المباراه تطلع تعادل لان انبي احرز الهدف في الدقيقه الاخيره. لكن لو كانت المباراه خرجت تعادل اكيد كان الزمالك استفاد بنقطه. وهنا هيشدني لنقطة دايما بيطرحها جماهير نادي الزمالك، هو انت ازاي بتتكلم عن ان الزمالك بيستفيد تحكيميا مع اني مش بحقق بطولات؟ ماتش ام بدا بيقول لك ازاي بتستفيد تحكيميا، الخطا بيجي لك وما بتقدرش تحافظ عليه، والمنافس برغم الحكم ما حسب لك ركله جزاء الا انه فاز عليك برغم انه كان متزايل الدوري. اعتقد كده معانا في الصندوق 5 نقاط غير شويه اخطاء تحكيميه ما قدرتش تستفيد بيهم. وعلى الجانب الاخر يا احمد، في برضه فريق اخر كان له استفادة من التحكيم، لأن الموضوع مش مقتصر بس على الزمالك، اللي مش من الطبيعي أبدا أن كل مباراة ليه خطأ زي ما أحمد سرد معاكم، لأن ده مش منطقي ومش مفهوم. وأعتقد تقنية الفار هتخلي الزمالك يبدأ يفكر فعلا في المنطقة الدافئة كطموح مهم جدا. ولكن حتى بيراميدز أحمد في مباراته مع أسوان لمسة يد على مدافع بيراميدز لم تحتسب، محمد فاروق الهدف اللي سجله في دفعة واضحة جدا في اتفاق عليها من جون أنتوي للمدافع بتاع بيراميدز وسجل محمد فاروق الهدف. أيضا بيراميدز كان ليه أخطاء، يبدو أن احنا محتاجين يبقى في صناديق كتير جدا لكل الفرق، لأن بنرجع نرد بعد كده على مؤامرات. ولكن الغريب جدا في كلام كابتن أحمد الشناوي أن هو بدأ يفسر أن الموضوع خيالي، أنا مش لاقي له تفسير. فموضوع كده بالنية، يعني هي ضربة جزاء بالإيحاء، هو حاسس أن هي ضربة جزاء ليه؟ أنا ما شفتش أي شرح منطقي. الحكم نفسه كان له تعليق مهم جدا مع موقع الكابتن، قال فيه المساعد ورطني في احتساب ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك أمام إنبي. كمان الصورة اللي بتوضح لكابتن رامي صبري وهو نجم واقع في الأرض، كان رامي صبري بيبص لأنجم، ونجم بيشاور على التيشيرت ان هو مشدود.
كابت اهو ونجم بيشاور في الصوره ان هو مشدود. ما هو نجم مش عارف اصلا هو اتحسب ركله الجزاء ليه، هو مش عارف، وكابتن احمد الشناوي في الاستوديو عرف وقال اسباب، ونجم نفسه ما كانش بيفترض ان كابتن احمد الشناوي هيقول له الاسباب دي. ولكن محتاجين نقف مع فيديو مهم جدا لكابتن احمد الشناوي يفهمنا طريقه تفكيره فيما يخص الحالات التحكيميه. نطلع للفيديو ونعقب عليه. ناوي عايز يقنعهم بالعافيه، بيدور على اي حاجه يبرر بيها ان ركله الجزاء صحيحه. هنا بالعكس، ده هو مش بيفترض حسن النيه، ده بيدور على اي مبرر يتشاب بيه ان ضربه الجزاء صحيحه. ولكن كلمه خطيره جدا جدا جدا، جوه غير بره، الراي اللي اتقال قبل الهوا مختلف تماما عن اللي تال على الهوا. ومن مهنيه كابتن شوبير وامانته وصدقه مع نفسه كان عنده تعقيب مهم جدا ان ما ده ما كانش نفس الراي اللي اتقال قبل الهوا. موقف غريب قوي يا احمد. لا، ده هو الكابتن احمد شناوي اصلا على الهوا قال في البدايه انها ما تستاهلش انها تحسب ركله جزاء، ثم قال خلاص تتحسب ركله جزاء. الكابتن احمد الشناوي واضح ان هو ما كانش مقتنع، وعشان ما كانش مقتنع سال الضيوف انتم مقتنعين باللي انا بقوله ولا لا؟ لو كان مقتنع اكيد ما كانش سال. لكن نرجع لتصريح الحكم اللي قال حامل الراي هو اللي ورطني في ركله الترجيح، لان اعتقد الحكم محمد الصباحي له تاريخ من الاخطاء التحكيميه اللي دايما كانت تصب في صالح نادي الزمالك. تعالوا نشوفها ونرجع لركله الجزاء، واعتقد دي سلسله اخطاء في المباراه الاخيره بس لمحمد الصباحي مع نادي الزمالك. والحقيقه انا ما كنتش قادر افهم يعني ايه حكم بيحسب لك ركله جزاء ما هي صحيحه وتطلع تنتقد الحكم. الارهاب الفكري على الحكام ما زال مستمر، واحنا ما زلنا رد فعل وبنحافظ جدا على التحكيم، لكن بنطالب بحقوقنا كامله، وصندوقنا معانا مكمل لغايه نهايه الموسم. اللي هيتملي قبل نهايه الدور الاول اخطاء تحكيميه لصالح الزمالك. دي كانت اخر فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع على فقره مهمه جدا، فقره ريمونتادا. اوعى تروح في اي حد. ورجعنا لكم وفقرتنا التانية والأخيرة ريمونتادا. حابين نقول إن فوز الأهلي على الجونة عشان النادي الأهلي يحقق 12 نقطة من 4 مباريات، 14 هدف سجله من النادي الأهلي في أول 4 جولات لأول مرة بعد موسم 76، يعني من حوالي 44 سنة، وده رقم مهم جدا خلى ناس كتير قوي تخرج اللي جواها. عدم رغبتهم في تفوق النادي الأهلي وتحفظهم على النادي الأهلي ومخاوفهم أبدوها في شكل تصريحات غريبة جدا، هنستعرضها عشان نقول لكم ما وراء السطور. نطلع للفيديو الخاص بالزميل هاني حتحوت ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. في لقطات عظيمة، أي خناقات جوه أرض الملعب ما بين الجمهورين نفسهم لما يتفرجوا على اللقطة الحلوة قوي دي هيحبوا الكورة، هيحبوا بعضهم والله، هيفضلوا يشجعوا مانشستر سيتي، وهيفضل جمهور ليفربول يشجع ليفربول ويقطعوا بعض تشجيعا. لكن في النهاية عارفين ان في النهاية بص اللي بيقود ده واللي بيقود ده عاملين ايه مع بعض، حلوين ازاي مع بعض، ممتعين ازاي مع بعض. يا سلام على الروقان، جوه ارض الملعب بيمتعك كرويا، وبره ارض الملعب بالابتسامتين دول يعرفك يعني ايه معنى كرة القدم ويعني ايه الرياضة. يا ريت نوصل ليه. ممكن نلاقي امير مرتضى منصور وسيد عبد الحفيظ بيتكلموا كده يعني بدل قصف الجبهه، يعني ممكن لو سمحتوا نعمل كده، ايه رايكم نجرب كده؟ يمكن دمنا يبقى خفيف بجد. يعني مقدم البرامج اللي بيتحدث للجمهور عن عدم التعصب وعن اداء المسؤولين الاحترافي اللي هو نفسه بيفبرك اخبار، محتاجين نقف عند جمله قالها مهمه جدا ولا يجب ان تمر مرور الكرام. فكره إن كابتن سيد عبد الحفيظ مع أمير مرتضى منصور بيعملوا مع الجمهور وبيتعاملوا مع الناس بعقلية قصف الجبهات. أولاً كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من أفضل وأنجح مديرين الكرة اللي مروا على النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ الشخصية المحترفة المحترمة ما ينفعش يتم تناولها بالشكل ده بلا مبرر وبلا منطق. لو عندك تحفظ على تصريح قاله كابتن سيد عبد الحفيظ ممكن تقف عنده وتقول التصريح ده خطأ في كذا، أما الكلام المرسل
نعتقد مش مقبول، خصوصا لو بالشكل ده. على المستوى المهني وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى السي في، لا، نستعرض كابتن سيد عبد الحفيظ حقق ايه مع النادي الأهلي عشان نتكلم ان كابتن سيد عبد الحفيظ وكأن دوره في إطار قصف الجبهات. كابتن سيد عبد الحفيظ حقق مع النادي الأهلي 14 بطولة، خمسة كمدير للكرة فقط، 5 دوري، 2 دوري أبطال، كاس مصر، و4 سوبر مصري، و2 سوبر أفريقي، 14 بطولة. كابتن سيد عبد الحفيظ مع الاحترام للجميع، مفيش مدير كرة حالي في الكرة المصرية ممكن يقارن بيه على مستوى إنجازاته في موقعه. كابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن هاني لما تتكلم عليه اعتقد محتاج تتكلم باسلوب مختلف تماما، لان هو له قدره وقيمته اولا على المستوى الشخصي، ثانيا وقدره وقيمته من مستوى النادي اللي بيمثله. ولكن احنا فاهمين كويس قوي ايه اللي زعلك من كابتن سيد عبد الحفيظ، وده اللي هيقوله لك احمد. لا، هو الكابتن هاني حتحوت الاسبوع ده له تصريحات او له بعض الافعال بالظبط كده، حتى على تويتر كمان، يعني مش عارف، مش متزنه لحد ما. هو الحقيقه انت ممكن تضرب مثال كويس جدا لما تقول البيب جوارديولا وكلوب، الاثنين المديرين الفنيين ممكن كتير جدا يكونوا على مستوى تنافسي بين افضل مدير فني وتاني افضل مدير فني، والاثنين بيلعبوا في الدوري الانجليزي وفي تكافؤ بين المديرين الفنيين. فلما تيجي تعقد مقارنه بين اي حد تحط فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد صعب هتلاقي تكافؤ الا مع مديرين فنيين كانوا بيقودوا مديرين كوره بيقودوا النادي الاهلي، مش بس على سبيل البطولات، لا، التاريخ، تاريخ كابتن سيد عبد الحفيظ كلاعب وكمدير كوره هو من التواريخ الابرز او الاساطير الابرز في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه في مديرين الكوره. بس انت عارف السر، عارف انا السر، عارف سر التصريح، هو التصريح بتاع الرباعيه اللي خدناه في الجون. بس هو الكابتن سيد عبد الحفيظ جاب التصريح ده ردا على الغل القروي، يعني حضرتك بتنهزم او بتخسر قدام انبي متزايل الجدول الدوري، وجاي بتتكلم ان الاهلي اللي فاز على الجونه، الجونه ما لعبتش بغل قروي زي ما لعبت ماتش 2-2، وكان ماتش 2-2 هو اللي خسرك الدوري مش ماتشات قبل كده. بالمناسبه الدوري اللي فات الجونه بالفعل كان بينافس على الهبوط، لكن كان معاه حرس الحدود ومعاه الانتاج الحربي. حضرتك عملت ايه مع حرس الحدود؟ اديت له نقطه النجاه 1-1 وكان متقدم مع حرس الحدود. حضرتك عملت ايه مع الانتاج الحربي؟ اتعادلت برضه معاه، وكان موجود مستر جورس. طبعا ده كابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن الغل القروي. الحقيقه كابتن خالد الغندور عنده مشكله، الحارس العملاق ايه بالظبط، عنده مشكله شويه مع الغل القروي. وهنا بقى التويته بتاعت شادي عيسى الغريبه، يعني قال لك قبل الماتش هيلعبوا بشكل قوي جدا ويثبتوا نفسهم، وبعد الماتش قال لك حماس لعيب الجونه امام الاهلي وسيكون مقدم نزيل قبل الماتش. حاجه، هو حب يعمل فخ، يعني انا كتبت كده لعيبه الجونه كلها قاعده مرصوصه في المحاضره بتستنى كابتن شادي عيسى هيكتب ايه، هينزلوا يقطعوا نفسهم في الملعب. ده طبعا غير بقى الاستاذ احمد الخضري والاستاذ صبحي عبد السلام، اللي واحد كتب حلوه التقسيمه والجونه سيما. فكان طبيعي جدا كابتن سيد عبد الحفيظ يطلع يرد على التصريحات دي، يقول يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ هو احنا بس ده الجونه ده كسبناه اول مره نكسبه في الجونه 4، ده كمان ملعب الجونه ده اول مره نجيب عليه اكتر من هدفين غير مره واحده كانت قدام الزمالك. هل هو كده اتكلم في حاجه مش واقع؟ مش الاهلي فاز على الجونه 4-2 في ملعب الجونه؟ فين بقى قصف الجبهه؟ ده انا برد على بالظبط، انا برد على فكره الغل القروي اللي بتتكلموا عنها. هل الغل القروي ده هو اللي حرمك انك تفوز على حرس الحدود؟ هو اللي حرمك انك تفوز على الانتاج الحربي؟ اشمعنى مسكت في الجونه؟ الغل القروي ليه ما بتطالبش فريقك انت نفسه اللي المفروض بينافس على البطوله ان هو يكون عنده غل قروي؟ انت انزل، انت عايز تكسب، هو عايز يكسب، ليه ما عملتش غل قروي قدام انبي؟ ليه قدام اف سي مصر؟ تاريخ نادي الزمالك لو استعرضناه امام جميع الفرق دي بيتعادل وبيخسر نقاط كتير جدا. الفارق يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، ان المستوى الفني للنادي الاهلي اعلى من المستوى الفني لنادي الزمالك، بالتالي النادي الاهلي بيحقق نتائج اعلى او افضل من النتائج اللي بيحققها نادي الزمالك قدام الفرق دي. المعنى واضح وصريح. لكن لو حضرتك بتتكلم بقى على الغل الفني، طب ما تيجي انت تغل قصادنا كده. يعني احنا لعبنا الجونه، لو استعرضنا لعبنا الجونه 14 مواجهه، مواجهات الاهلي والجونه، الاهلي فاز 9 مباريات وتعادلنا في 4 وهزيمه واحده من الجونه. الاهلي سجل 22 هدف، استقبل 7، اكبر فوزين كانوا 4-1 وده كان في القاهره، و 4-0 ده كان في الجونه. من نتائج المباريات دي كده الفريق الجونه في ال 14 مباراه خد 7 بونت يا فارس من نادي الاهلي. طب ما نيجي نشوف اخر 14 مباراه
لنادي الزمالك قدام النادي الاهلي. يمكن الجونه مش عارف يغل قصادنا، فالزمالك يقدر يغل قصادنا. الحقيقه ان احنا لعبنا 14 مباراه، 7 فوز الاهلي، 6 تعادل. فوز وحيد للزمالك كان بعد ما ضمن النادي الاهلي تحقيق الدوري، والفوز الوحيد كان بحكم مصري الحكم محمد الحنفي. كل المباريات اللي اتلعبت من ال 14 دول في الدوري بتحكيم اجنبي النادي الاهلي قدر يفوز فيهم. الفوز الوحيد اللي اتحقق على ايد حكم مصري يا كابتن خالد. الاهلي سجل 20 هدف واستقبل 8 اهداف، اكبر فوز كان 3-0. الزمالك طلع بكام نقطه من النادي الاهلي في 14 مواجهه؟ 9 نقاط. فريق الجونه، فريق الحديث، طلع في ال 14 مواجهه مع النادي الاهلي ب7 نقاط. فريق الزمالك طلع من ال 14 مواجهه ب9 نقاط. فقبل ما الطالب الجونه يغل قدام النادي الاهلي، طالب نادي الزمالك يغل قدام النادي الاهلي يا كابتن خالد. حاجه بقى مهمه، لو انت بتشوف ان الهزيمه برباعيه هي تساهل، هي تقسيمه، هي تفريط في الفوز، هي مؤامره، هي فشل، هي حاجات كتير جدا جدا. طب تخيل معايا ان كابتن سيد عبد الحفيظ في اللقاء اللي بعد المباراه قال ان احنا نفوز على الجونه برباعيه ده شيء طبيعي، ده احنا فزنا على الزمالك برباعيه 11 مره. كنت هتشوف التصريح ده ازاي؟ هل كنت هتشوفه في اطار قصف الجبهات؟ لا، لان ما هو حقيقه ما ينفعش يصنف كده. الزمالك خسر امام النادي الاهلي في بطوله الدوري فقط 11 مره برباعيه. 11 رباعيه قدر النادي الاهلي في مختلف المسابقات، 11 رباعيه قدر يحققهم النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك. كان ممكن كابتن سيد يطلع يقول لك ده ولا رباعيات الخيال. ده احنا بنقوله، وده تساهل؟ ده صنف لي انت الرباعيات دي ايه؟ ففوز على الجونه في اطار مباراه في ظل ان الجونه مستواه كده وهو فريق بيصارع او كان صاعد من دوري الدرجه الثانيه وبكسبه ب4 وبتشوف كل ده، طب انت هتشوف ازاي وانت القطب الثاني للكره المصريه زي ما بتقول خسرت 11 مره برباعيه؟ اعتقد محتاج جدا جدا اعلام الزمالك، صحفيين الزمالك، المنتميين لنادي الزمالك يراجعوا نفسهم، لان في كل مره بيحاولوا يلقوا حجر على النادي الاهلي بتكون العواقب وخيمه جدا، لان عندنا من التاريخ ما يسمح ان احنا نعرف نرد واحنا مرتاحين جدا واحنا سعداء بالنادي الاهلي وفخورين بتاريخه. والاهم يا فارس، فريق الجونه اصلا لعب الموسم ده 6 مباريات، فاز مباراه وتعادل مباراه وانهزم في 4 مباريات، مسجل هدف من اون جول. يعني ما تطالبش فريق خسر النهارده، ما انا بقول لك من ال6 مباريات هو فاز مباراه امام المقصه اللي بيقودها الكابتن احمد حسام ميدو وتعادل مباراه، ده نتاج الجونه في 6 مباريات، ده قدام الفرق اللي في وسط الجدول او اللي بيتنافسوا، عايزه يجي يعمل ايه قدام النادي الاهلي؟ اسوان عامل نتيجه جيده جدا مع بيراميدز، انت كسب اسوان على ملعبه بخماسيه، فانت بتتكلم ده مستوى فني. انا قلتها ان شاء الله. امتى يتقال ده؟ لو احنا النادي الاهلي بيحقق نتائج سلبيه متتاليه وكان الجونه فوقه، وده مش حاصل، فالتصريحات ملهاش اي منطق. فكره بقى والله العظيم ادمت وانتهت ان احنا بنقول كلام عشان الجونه هينزل. الجونه بيلعب باخلاص وبيلعب بثقه، والموسم الماضي كان الجونه في الدور الاول كره ناصر ماهر وكانت مباراه صعبه جدا، فالكلام ده صدقوني انتوا ما بتستفيدوش بيه حاجه غير ان انتوا بتخلوا كلامكم غير منطقي ويفقد مصداقيته عند جمهوركم ويتحول لمسار للسخريه من الجماهير الاخرى. اعتقد حسمنا الامر، والموضوع اللي مش قادر عليه الجونه يقدر عليه نادي الزمالك في مواجهاته مع النادي الاهلي. وانت كنت اتكلمت عن المساعدات التحكيميه لبعض الفرق المنافسين، انا عايز اقول لك اذا ربنا كرمنا ان شاء الله مفيش اصابات، فكره ان الدوري يكون فيه منافس للنادي الاهلي هتكون فكره صعبه. انا احمد عندي تعقيب اخير فيما يخص الجونه، لانه هو فريق مميز في النهايه. المدير الفني للجونه نيبوشا ميلوسوفيتش، محتاجه اداره الجونه تفكر تاني، لانه فعلا مدرب اقل من طموحات الجونه زي ما انت قلت، وفي حاجات كتير جدا ما كنا متعودين. حتى الجونه بغض النظر عن النتائج فنيا في الملعب شكل قليل جدا جدا. خلينا ننتقل بقى لحاجه تاريخيه، والحقيقه موضوع هدف الكابتن علي خليل تم تداوله في بعض المواقع، لكن اعتقد يا فارس لينا فيه كلام كتير جدا عن دوري 78-79 عشان ننهي الجدل حوالين الهدف ده اللي الكابتن علي خليل شايف ان هو اهدى الدوري الاهلي. هو في نقطتين يا احمد عشان الناس اللي مش ملمه بالموضوع، فيما يخص فكره اهداء الدوري للنادي الاهلي وهنوضحها، وفيما يخص الموضوع
في كده حقيقة تنتقل بالتوارث، مش عشان هي حقيقة، مش عشان قعدنا بحثنا شفنا هل هي شيء حقيقي أم غير حقيقي، هي بتنتقل بالتوارث. أنا بحكي لحد حكاية فبيحكيها وبتفضل تصنف على إنها حقيقة. هنسمع الفيديو ده عشان نقف عند حقيقة كابتن علي خليل اللي راح قال للحكم الكورة دي كانت من بره مش جون في مواجهة النادي الإسماعيلي وحسمت الدوري للنادي الأهلي. نشوف الفيديو ونرجع نقول لكم هي حقيقة ولا مش حقيقة. نتعامل مع الواقعة دي لكابتن علي خليل إن هي حاجة نقدر نتناولها ويتداولها الأجيال على اعتبار إن هي شيء مثالي، كانت الواقعة تكون كالآتي: هدف بيتحسب غير صحيح لأن كابتن علي خليل شاط الكرة بقوة فالكرة لم تدخل إلى المرمى، فاتحسب الهدف في ظروف عادية جدا. توجه كابتن علي خليل إلى الحكم قال له الكرة دي مش هدف، الكرة دي من برة، أعتقد أنك لازم تصحح قرارك لأن أنت شفت القرار غلط. أعتقد هنا نرفع القبعة لكابتن علي خليل، إنما اللي حصل غير كده تماما والرواية مختلفة تماما على لسان كابتن علي خليل اللي الحمد لله موجود بينا وقال الفيديو ده. كابتن علي خليل بعد تسجيله للهدف اللي يبدو من الدلائل المنطقية ان هو كان هدف غير صحيح بشكل فج، الجمهور بدأ ينزل من المدرجات الى ارض الملعب، اجواء نفسية صعبة جدا تهدد المباراة، الجمهور توافد وبدأ ينزل من الارضية زي ما قال لارض الملعب زي ما قال كابتن علي خليل، وبدأ كابتن علي ابو جريشة من نادي الاسماعيلي يحاول يحتوي الموقف وراح للحكم احمد بلال وقتها قال له ان الهدف غير صحيح وان الكوره ما دخلتش المرمى، وقال له اسال علي خليل، في اشاره ان الموضوع باين جدا لدرجه انه بيقول له روح اسال الشخص اللي لعب الكوره هل هي هدف ولا لا. هنا كابتن علي خليل كابتن علي ابو جريشه لا يعلم ما في نفس كابتن علي خليل، يعني هو ما يعرفش ان هو هيقول ان هي هدف او مش هدف، هو قال كده لان هو افترض يا احمد ان الموضوع باين وواضح للجمهور اللي قاعد في المدرج لدرجه انه طبيعي ما يكونش فيه انكار. الحته بقى الاغرب في كلام كابتن علي خليل للحكم احمد بلال، لو حتى توجه ليه وقال له لا الكره غلط، الكره مش هدف، انا بقول لحضرتك الغيه، كنا ممكن نفترض حتى الموضوع فيه جزء من ان احنا نقدر نبروزه، ولكن ده قال له الكرة مش جون بس انت حسبتها هدف، عايز تحسبها احسبها. انا في رأيي وللأمانة التاريخية باللفظ ده يبقى انتهى اي شيء بيحمل ان التصرف كان مثالي، اطلاقا لا يمكن ان يصنف هذا التصرف على اعتبار ان هو تصرف مثالي. عايز تحسبها هدف احسبها، وهو مقتنع ان الكرة ما دخلتش وهو عارف ان الكرة ما دخلتش، ولو مش عايز تحسبها ما تحسبهاش عشان ما يتسببش في الكارثة اللي في المدرجات. كيف يصنف هذا الامر على انه سلوك مثالي تتوارثه الاجيال كحقيقة من اعظم المواقف الزملكاوية في التاريخ؟ اعتقد هو ليس من اعظم المواقف، هو تصرف ليس بالمثالي، هو تصرف حكمت الظروف ان كابتن علي خليل يضطر يقول ان الكره مش هدف يا احمد. بالظبط يا فارس، حكمت الظروف، وخاصه فكره لو عايز تحسبها احسبها، مش عايز تحسبها ما تحسبهاش. الحقيقه استعرضنا لقطه دلوقتي لجريده الاهرام تاني يوم المباراه، لو قريتوا الخبر هيتقال ان المباراه توقفت 5 دقائق والكابتن علي ابو جريشه بصفته قائد لنادي الاسماعيلي وكان مسجل هدف هو اللي سعى لعودة حق النادي الإسماعيلي من الحكم أو من حامل الراية، وبالتالي الكابتن علي خليل كان مجبر إن هو يقول إن الكرة برة، ودي مصداقية منه نشكره عليها، ولكن في النهاية زي ما قال فارس موضوع مش مثالي. الأهم بقى في الموضوع الكابتن علي خليل قال إن الهدف ده بإلغاءه تم حسم بطولة الدوري أو أهدى الدوري للنادي الأهلي. عامة هو النادي الأهلي دايما بيسعى لبطولة الدوري بأقدام لاعبيه، ولو في هدايا بيقبلها لكن ما بينتظرش هدايا. الحقيقه ان الدوري ده لو استعرضناه هنلاقي ان النادي الاهلي انهى المسابقه بفارق 7 نقاط عن الثاني. ده الدوري اللي الكابتن علي خليل بيتكلم فيه، والحقيقه الهدف ده كان هيوصل الزمالك من انه مهزوم قدام الاسماعيلي 1-0 الى انه متعادل، يعني كان هيزيد نقطه. لكن الاهم بقى الموضوع اصلا لغايه الاسبوع السابع كان نفس موقف الزمالك ايه وموقف النادي الاهلي. الحقيقه ان الزمالك كان بيمر بكبوات منذ بدايه الموسم، لعب طبعا مباراه، اولا الكابتن علي ابو جريشه قال ان المباراه في نهايه الدور الاول، لا هي في الاسبوع السابع
والاسبوع السابع ده كان الربع الدوري تقريبا. انت هنا احمد بتعمل حاجه كمان مهمه، انت بتفترض حسن النيه الكابتن علي خليل ان هو افترض ان بعد المباراه دي تغير المسار، يعني بالزبط. حتى مش الدوري في النهايه، فحتى ده انت بتوضح. انا بوضح ان حتى لو كان الموضوع مثالي خلاص مثالي الكابتن علي خليل، لكن مش هديه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي في الوقت ده لعب 7 مباريات. ده بقى المهم. والزمالك لعب 7 مباريات، اللي هي المباراه 7 كانت مباراه الاسماعيلي. نتائج الزمالك ايه؟ تعادل مع المنصوره 1-1 في بدايه المباراه، في بدايه الدوري، فاز على المصري 2-0، اتعادل مع الاتحاد 0-0، اتعادل مع العاب دمنهور 1-1، اتعادل مع الترسانه 0-0، انهزم من المقاولين العرب 3-1، وانهزم من الاسماعيلي 1-0. 7 مباريات، فوز وحيد، 4 تعادلات، هزيمتين. الفوز كان بنقطتين، يعني الزمالك حقق من اصل 7 مباريات 6 نقاط. لكن انا هنا عايز اقف عند فوز نادي المقاولين العرب على الزمالك 3-1. المقاولين العرب كان بيبدا اولى خطواته في مسابقه الدوري العام، اول موسم للمقاولين العرب، واول مباراه مع نادي الزمالك بيفوز 3-1. الاهم النادي العاب دمنهور اللي تعادل مع نادي الزمالك هبط بنهايه الموسم. ده كمان الاهم ان المباراه اللي كانت في الاسبوع الثامن بين الزمالك كانت مع الاولمبي وبرضه اتعادلوا، والاولمبي برضه هبط في نهايه الموسم. ده اللي بعد مباراه الزمالك اللي بعد مباراه الاسماعيلي اللي هي الثامنه. فكان وضع الزمالك وضع صعب جدا، ما دخلش المنافسه الا في الدور الثاني مقارنه بالنادي الاهلي اللي في 7 مباريات اللي لعبهم النادي الاهلي قدر يحقق 5 فوز و2 تعادل، 12 نقطه في الاسبوع السابع للنادي الاهلي مقابل 6 نقاط في الاسبوع السابع لنادي الزمالك. الاهلي تعادل مع الاتحاد مع المحله 0-0 في المحله، الاهلي ومنتخب السويس 4-0، الاهلي والمقاولين 0-0، الاهلي والاولمبي 3-0، الاهلي والاسماعيلي اللي فاز على الزمالك الاهلي فاز 2-0، الاهلي والترسانه اللي تعادل مع الزمالك الاهلي فاز 2-0، الاهلي والاتحاد اللي تعادل برضه مع الزمالك الاهلي فاز 2-0. منافسه يا كابتن علي، ونقطه ايه وهدف ايه اللي ادى الدوري للنادي الاهلي؟ حضرتك من بدايه الموسم مسلم الدوري للنادي الاهلي، النادي الاهلي فايز فارس ومحقق 12 بونت دبل سكور في اول 7 مباريات. هو الواقعتين والفوز مع بعض بيروحوا في التوازي، ان الاحداث ما كانتش بالشكل ده لا في الواقعه نفسها ولا فيما يخص نتيجه. طب الاهم بقى ونرجع لكابتن طارق يحيى فلاش باك كده، كابتن علي خليل قال ان انا بسبب الجون ده ربنا كرمني، وبما ان قلت الحقيقه خدت هداف الدوري ب 24 هدف. انا اسف يا كابتن علي، الغاء الهدف على عيني وعلى راسي، لكن حضرتك انهيت الدوري فعلا هداف ولكن ب 12 هدف. منهم هدف مشكوك في صحته في ماتش منتخب السويس ونادي الزمالك، منتخب السويس بيفوز على الزمالك 3-2. يا كابتن خالد منتخب السويس بيفوز على الزمالك 3-2، ما كانش فيه غل عند منتخب السويس. منهم هدف كان مشترك بين كابتن علي خليل والكابتن عادل عثمان، ده لاعب منتخب السويس، ناس حسبته لعلي خليل كابتن علي خليل وناس حسبته لعادل عثمان، يعني يا كابتن علي خليل التهداف ب 12 جول او ب 11 جول مش ب 24 جول. اعتقد كل ما هيطلع حد من نادي الزمالك يتكلم في التاريخ اعتقد بيكون فيه بعض الحاجات بتتنسي، زي كابتن طارق يحيى اللي كان هداف كاس مصر 89 ومراش المنتخب عشان خاطر ظلم يعني. طبعا فالكابتن علي خليل كمان مش هداف الدوري ب 24 جول. عايز اقول لك حاجه، في فكره بسيطه جدا، الحقائق هتعيش لان هي كده كده صعب تكذبها، والاكاذيب كده كده حتى لو ظهرت في شكل حقائق هيجي يوم وهتتوضح. عشان كده دورنا. كل ما ده دورنا، وكل ما بننقب وكل ما بنتناول حاجه حاليه او قديمه بنلاقي الرد علينا سهل جدا، وما والله العظيم لا نبذل اي صعوبه ولا اي مجهود، لان غالبا بنلاقي الوقائع في كلام الراوي نفسه او اللي بيحكي الواقعه رد على نفسه. بالتاكيد يا فارس، ده كان موضوع الكابتن علي خليل اللي اهدى الدوري للنادي الاهلي واثبت ان هو ما اهداهوش. وبالمناسبه بما ان الناس بتتكلم كتير عن هدايا الدوري، سمعنا عن الدوري 2013 2014 بعض الناس بتقول ان هدف احمد علي في شباك سموحه اهدى الدوري للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي لعب اخر مباراه 0-0. سياق الاحداث مش كده خالص، سياق الاحداث الزمالك بالفعل بيلعب سموحه في المباراه الثانيه ليه في المجموعه، والنادي الاهلي بيلعب بتروجيت. السموحه متقدم 2-0، واحمد علي في الدقيقه 63 سجل هدف في شباك سموحه، لان الزمالك كان عايز يعود للمباراه. على الجهه الاخرى الاهلي كان متقدم 3-0، لو النتيجه خرجت بالشكل ده النادي الاهلي ما كانش هيفرق بالاهداف عن سموحه، ولكن النادي الاهلي في الدقيقه 83 احمد رؤوف سجل هدف للنادي الاهلي، اصبحت النتيجه 4-0 للنادي الاهلي، وبالهدف ده بتاع احمد رؤوف النادي الاهلي دخل يلعب مباراه سموحه وهو عنده فرصتين، تعادل
او فوز، فما حدش ينسب لاحمد علي فكره ان هو اهدى حاجه للنادي الاهلي او اهدى الدوري للنادي الاهلي. النقطه الاهم ان كابتن شريف اكرامي في المباراه دي تصدر ركلتين جزاء، اي ركله منهم كانت دخلت كانت ممكن تخلينا نلعب ماتش سموحه على الفوز، واحنا ان شاء الله لما بنلعب على فرصه واحده برضو ان شاء الله بنحققها. وعايز اقول يا فارس خلاص وصلنا لنهايه الحلقه وعايزين اشكرك. كنا نتمنى الحلقه تظهر في ظروف مثاليه لان كان عندنا محتوى مهم جدا، ولكن ان شاء الله باذن الله هنقابلكم والاهلي ان شاء الله بطل افريقيا. باذن الله الاهلي بطل افريقيا، والحمد لله حلقه عدت بسرعه، ولكن نتمنى نكون وفينا فيها خاصه موضوع الكابتن علي خليل وموضوع الكابتن هاني حتحوت واعاده الحق الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو من افضل مديرين الكره في تاريخ النادي الاهلي بل في تاريخ مصر. نشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. سلام.